السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اشرح لي. النهاردة إن شاء الله نعرف رقم تليفون سفارة الجزائر في السويد أو رقم السفارة الجزائرية في السويد. رقم التليفون هو 0046 867 99 130. يبقى تاني، رقم سفارة الجزائر في السويد أو رقم السفارة الجزائرية في السويد 0046 867 99 130. بكده ممكن أوضحنا لحضراتكم الرقم، ما بنحبش دايما نطول عليكم. إن شاء الله استنونا فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.